مداهمات تستهدف 72 شخصاً متورطاً في الإرهاب معظمهم في السجون. الشرطة النمساوية: حريق مركز اللجوء في النمسا العليا كان متعمداً. الرئيس النمساوي يعرب عن دهشته من تغييرات ألمانيا في مراقبة الحدود. وزير الداخلية البافاري: القانون واضح بشأن رفض دخول المهاجرين من النمسا. ميتسوتاكيس ونيهاما: حماية حدود اليونان هي حماية لأوروبا والنمسا. ارتفاع ملحوظ في الجرائم اليمينية المتطرفة في النمسا عام 2024. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا، وإليكم نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. نفذت السلطات النمساوية عملية مداهمة واسعة تزامناً مع ذكرى هجمات 11 من سبتمبر في أمريكا، مستهدفة 72 شخصاً في إطار جهود منسقة ضد التطرف الإسلاموي. ونفذت السلطات يوم العمل المشترك بالتعاون مع إدارة الأمن الداخلي والسلطات القضائية، وشملت جميع الولايات الفيدرالية والسجون، حيث ركزت على الاستجواب والتفتيش وضبط الأجهزة الرقمية المستخدمة في الدعاية المتطرفة، فيما شدد وزير الداخلية جيرهارد كارنر على الحاجة إلى صلاحيات حديثة لمكافحة التطرف. وشاركت وزارة العدل بتفتيش زنزانة 52 سجينا، وجاءت هذه العملية في ظل تزايد التطرف الإسلاموي في أوروبا. أعلنت الشرطة النمساوية أن الحريق الذي اندلع في مركز لجوء بمنطقة شوناو في النمسا العليا يوم الثلاثاء كان متعمدا، حيث كشف المحققون عن وجود 3 نقاط اشتعال مختلفة. ويعتقد أن موادا من خزانات أدوات زراعية في الطابق الأرضي استخدمت لتسريع الحريق، حيث تمكن جميع طالبي اللجوء من النجاة إلا أن 6 منهم تعرضوا لاستنشاق الدخان ونقلوا إلى المستشفى للعلاج. واستغرق نحو 200 رجل إطفاء ساعتين لإخماد النيران التي دمرت المبنى بالكامل، فيما تستمر التحقيقات لتحديد المسؤولين عن الحادث. أعرب الرئيس النمساوي ألكسندر فاندر بيلن عن دهشته من النهج الألماني بشأن تغييرات نظام الحدود، واصفا إياها بالارتجالي، وذلك خلال زيارة نظيره السلوفاكي بيتر بيلجريني. وأشار فاندر بيلن إلى عدم وضوح معنى التغييرات الجديدة، مشددا على أن هناك مراقبة حدودية منذ عام 2015 بين بافاريا وتيرول وسالزبورغ، لكنه واثق من التزام ألمانيا بالالتزامات القانونية الأوروبية. في المقابل أبدى المستشار النمساوي كارني هامر ارتياحه للخطوات الألمانية، مؤكدا دعمه لتبني ألمانيا السياسة النمساوية في التعامل مع الهجرة، خاصة فيما يتعلق بعمليات الترحيل وحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. صرح وزير الداخلية البافاري يواخيم هيرمان أن القانون الألماني واضح بشأن رفض دخول المهاجرين على الحدود، منتقدا إعلان النمسا رفض استقبال المهاجرين المرفوضين من ألمانيا. وأوضح هيرمان أن المسألة تتعلق بقرار ألمانيا بشأن قبول أو رفض هؤلاء المهاجرين وليس بقرار النمسا، وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الحكومة الألمانية تعزيز إجراءات التفتيش على الحدود وتفكيرها في تنفيذ رفض شامل للمهاجرين. من جانبه أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر أن النمسا لن تستقبل المهاجرين المرفوضين من ألمانيا، مشددا على ضرورة اتباع إجراءات قانونية داخل الاتحاد الأوروبي. دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس شركاء الاتحاد لتقديم دعم مالي لمساعدة اليونان في تحمل أعباء الهجرة، مؤكدا أن موقعها الجغرافي يفرض عليها تكاليف ضخمة، خاصة في مراكز استقبال المهاجرين على الجزر. والتقى المستشار النمساوي كارني هامر بنظيره اليوناني في زيارة رسمية إلى فيينا لمناقشة قضايا الهجرة وحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وأبدى نيهامر تفهمه، مشيرا إلى أن حماية الحدود مسؤولية مشتركة، كما أشاد بجهود اليونان في الحد من الهجرة غير الشرعية. في المقابل انتقدت منظمات غير حكومية أوضاع اللاجئين في المخيمات، حيث يفتقر 20% منهم للمساعدات الأساسية.
شهد نصف الأول من عام 2024 زيادة كبيرة في الجرائم ذات الدوافع اليمينية المتطرفة في النمسا، حيث تم تسجيل 556 جريمة مقارنة ب 386 جريمة خلال نفس الفترة من عام 2023. ووفقا لما أعلنه وزير الداخلية جيرهارد كارنر، تعود هذه الزيادة جزئيا إلى تعديل قانون الحظر الذي سجل 504 مخالفات. ووصفت سابين شاتس المتحدثة باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي هذه الزيادة بأنها مقلقة، مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة. كما أشارت إلى أن 20% من الجرائم ارتكبت عبر الإنترنت وكانت فيينا على رأس الإحصاءات، ودعت شاتس إلى منع مشاركة حزب الحرية النمساوي في الحكومة كجزء من محاربة التطرف اليميني. ومع نهاية نشرتنا مشاهدين نشر كور، لكم حسن المتابعة. كنت معكم أنا أدهم الليجي، أمسية سعيدة، إلى اللقاء.